Son bastante grandes. بيتك القديم. انت بترجع سوريا للنهار؟ ايه. اه؟ هو نفسه لسوريا؟ لا سوريا. نعم. انا بيت احسن هذا اللي بسوريا؟ لا سوريا. والله؟ ايه. شو شو؟ أربع سنين هون تركيا من الحرب ومن يعني الضرب والقصف والطيران انهزمنا، جبت الولد انهزمنا هون على تركيا. صارت الحرب يعني وهيك وصارت الحرب طلعنا يعني في من أقربائي تضرروا يعني بناس صوبت بناس يعني هيك. نحن الحمد لله أنا طلعت ما في يعني كل الحمد لله العيلة طلعتهم وطلعت. الحرب يعني هلكتنا كلياتنا يعني. يعني ما ظل واحد مع واحد، لا أخ مع أخ، لا أخت مع أخت، يعني لا الأقرباء كلها بعدت عن بعضهم. يعني الحرب ظالمة كانت يعني للشعب السوري بشكل عام، يعني ظالمة قاسية كثير. يعني عم نطلع لبرا يعني كان أي دولة بتطلع عم يعني يحسونا يعني عالي عليهم أو إني يعني قادرين عندهم، يعني هيك من هالمبدأ هذا. يعني ما أنا يعني هيك كرامي او هيك يعني هيك بعيشه تحس حالك مثل ما كنت ببلدك. طبعا انت من كونك عايش ببلدك عايش بكرامتك عايش بنعيم اللي بي البيوت كلها راحت طبعا، يعني تشردنا كلياتنا، لا ضاع عنا بيت لا ضاع عنا شيء ضاع عنا شيء. هاي الحرب يعني هاي نتيجه الحرب. يعني بتركيا الحمد لله يعني مش طالع عامل نجار باتون قالب يعني أول بالأول يعني هالشغل عم تشتغلوا أجار بيت مي كهرباء يعني مصروف، وعندي أربع أولاد وأنا وعيلتي يعني ستين هنا الحمد لله رب العالمين مستورين. بالنسبة لابني يعني من عمره سنتين صرت أعاني فيه بهالمرض هذا السورية، يعني ركضت به هناك بسوريا مستشفيات كذا سووا لي عملية، هم قالوا لي عنده المثاني عصب يعني ما بقدر يبول، لما يجي البول العصب بيرتخي العصب بيطلع البول، هو المثاني عنده عصب بترفع البول للكلية لفوق ضرت له الكليتين. سويت له عملية توسيع مثاني يعني صار كل خمس ساعات بدي احط له هاي هالخرطوم هاد وافرغ له البول اللي عنده. وعلى هذول مثله كنت اعاني من هذول من هذول يعني القساطر اعاني منهم كثير يعني اتعذب لاقيهم. جينا هون على تركيا نفس الشيء اخذته على المستشفى هون بتركيا كمان، قلت بلكي بتركيا هون يعني له علاج يعني بصير له عمليه بصير له شيء. بتركيا قالوا لي ما يعني ما له علاج غير هالخرطوم، ما بنعرف ايش مشتغل به بسوريا انت يعني ايش مشتغل معه بسوريا ما بنعرف، هالخرطوم هذا علاجه. وانا بتمنى من رب العالمين هيك بلكي الله هيك بيشفيه وبيرجع ببول نظامي يعني ببول يعني توبيل نظامي، لاني هو اوقات مثلا بشوف ولد عمه مثلا عم يبول وهم عم يقدر يبول بيجي بقول لامه اني ليش انا بحطوا لي هي لا يطلع مني بول وابن عمي يبول نظامي. يعني حتى ولد عمه ما عاد اخليهم يبولوا قدامه لدرجه اني ما بولوا قدامه خالص عشان ما يتحسس من هالموضوع هذا. يوم سوي مع العمليه وشقوا من هون لهون هي كبروا له المثاني عنده بس عوضوا المثاني مشان توسع قدر الامكان البول، يعني بحيث طول خمس ست ساعات ما يزيد كليه كل خمس ساعات يعني ست ساعات